السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس خصائص العمليات في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي. هدفنا في درس اليوم هو حل المسائل باستعمال خصائص الإبدال، التجميع، التوزيع، وخاصية العنصر المحايد. أتمنى أن تستمتعوا بدرس اليوم. نبدأ درسنا اليوم بهذا التمهيد. يبين الجدول المجاور قيمة التذكرة ورسم الدخول إلى مدينة الألعاب. نلاحظ أعزائي الطلبة أن رسم الدخول لكل فرد نصف دينار، وثمن تذكرة الألعاب هي 1 دينار. ما مقدار ما يدفعه رب أسرة مكونة من 4 أفراد للدخول إلى مدينة الألعاب وشراء التذاكر؟ ما مقدار ما يدفعه رب الأسرة؟ أحسنتم، مقدار ما يدفعه رب الأسرة هو 6 دنانير، ولكن ما هي الطريقة التي استعملناها لإيجاد المبلغ الكلي الذي سيدفعه رب الأسرة؟ لإيجاد المبلغ الكلي هناك طريقتان. الطريقة الأولى، قمنا بإيجاد أولاً رسوم الدخول ل4 أشخاص، فضربنا 4 في رسوم الدخول، ثم أوجدنا ثمن التذاكر ل4 أشخاص، فضربنا 4 في ثمن التذاكر وهي 1 دينار. بعد ذلك قمنا بجمع الناتجين كما هو مبين. ناتج رسم الدخول هو 2 دينار، وثمن تذاكر الألعاب ل4 أشخاص 4 دينار، ناتج الجمع هو 6 دنانير. أما بالنسبة للطريقة الثانية، فأولاً سنقوم بحساب تكلفة الدخول إلى مدينة الألعاب كاملة عن طريق جمع الرسوم مع ثمن التذاكر. عند جمعهم سنحصل على 3/2 هو ناتج جمع نصف لرسوم الدخول زائدا 1 لثمن التذكرة. بعد ذلك سنقوم بضرب 4 لـ4 أفراد في تكلفة الدخول وثمن الألعاب، سيصبح الناتج بعد التبسيط 2 × 3، والناتج النهائي هو 6. نلاحظ أعزائي الطلبة أن التعبيران متكافئان لأنه لهما القيمة نفسها. هنا حصلنا على 6 دنانير، وفي الطريقة الأولى حصلنا على 6 دنانير أيضاً، وهذا ما توضح خاصية توزيع عملية الضرب على الجمع. لنلخص معاً خاصية توزيع الضرب على الجمع. لضرب مجموع عددين في عدد، يضرب كل عدد بين القوسين في العدد خارجهما. وللتوضيح نأخذ الأمثلة الآتية. بالنسبة للأعداد، عندما نضرب 3 في مجموع العددين 4 و6، فإننا نستطيع أن نضرب أولاً 3 في 4 ونضرب 3 في 6 ثم نقوم بجمعهما. وكذلك بالنسبة للجبر، ألف مضروبة في مجموع العددين جيم زائد باء يساوي ألف مضروبة في الباء زائدا ألف مضروبة في الجيم. وبالعكس، عندما نضرب 5 في 7 ونضرب 5 في 2 ثم نوجد ناتج جمعهما، فإننا نستطيع أن نجمعهما أولا ثم نضرب الناتج في 5. وكذلك بالنسبة للجبر، ألف ضرب باء
زائدا ألف ضرب جيم يساوي مجموع باء زائد جيم مضروبة في الألف. ننتقل أعزائي الطلبة إلى مثال توضيحي لنبين خاصية التوزيع. استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل من التعبيرين الآتيين ثم احسب قيمتهما. أولاً 5 مضروبة في 3 زائد 2. سنقوم بتوزيع عملية الضرب على عملية الجمع، وسنكتب عملية الضرب مكررة مرتان. سنضرب أولاً 5 في 3 زائد 5 في 2. سنقوم بإيجاد ناتج الضرب في الحالتان. ناتج ضرب 5 في 3 هو 15 زائدا ناتج ضرب 5 في 2 هو 10. بعد ذلك نوجد ناتج الجمع ب 25. ثانيا، لاحظوا معي أعزائي الطلبة أننا هنا ضربنا 3 في 7 في المرة الأولى، زائدا في المرة الثانية ضربنا أيضا 3 في 4. سنقوم بإعادة كتابة هذه العبارة باستخدام خاصية التوزيع. إذن سنقوم بكتابتها كالآتي: 3 مضروبة في مجموع 7 والأربعة. أولا سنقوم بإيجاد ناتج الجمع وهو 11، ثم سنقوم بإيجاد ناتج الضرب وهو 33. أعزائي الطلبة، جاء دوركم الآن لحل هذا التدريب. استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل من التعبيرين الآتيين ثم احسب قيمتهما. لديكم دقيقة من الوقت للإجابة عن كل تدريب. 6 مضروبة في مجموع 1 زائد 4. أبدعتم أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة، والآن أرجو متابعتي في حل التدريب للتأكد من صحة إجاباتكم. سنقوم بإعادة كتابة هذه العبارة باستخدام خاصية التوزيع، أي أننا أعزائي الطلبة سنقوم بتوزيع عملية الضرب على عملية الجمع، وسنكتب عملية الضرب مرتان كما هو مبين. بعد الضرب سنوجد ناتج الجمع. إذن الآن سنقوم بإجراء الضرب. ناتج ضرب 6 في 1 6، ناتج ضرب 6 في 4 24. بعد ذلك نقوم بعملية الجمع والناتج هو 30. ثانياً، 7 مضروبة في 9 زائدا 7 مضروبة في 3. لديكم من الوقت دقيقة واحدة أعزائي الطلبة، أرجو أن تقوموا بحل هذا التدريب.
أحسنتم أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكون محاولاتكم كلها صحيحة. سنقوم الآن بحل هذا التدريب معا، وأرجو منكم متابعة الحل للتحقق من صحة إجاباتكم. أولا، سنعيد كتابة هذه العبارة باستخدام خاصية التوزيع. لاحظوا معي أن الضرب موزع فيها على عملية الجمع، إذن سنقوم بكتابة الجمع أولا والضرب خارج الأقواس كما هو مبين. 9 زائدا 3 داخل الأقواس مضروبة في العدد 7 خارج القوس. أولا سنوجد ناتج الجمع، الناتج هو 12، ثم سنقوم بإيجاد ناتج الضرب والناتج 84. الآن ننتقل إلى خصائص عمليتي الجمع والضرب. أول خاصية هي خاصية الإبدال. ما هي خاصية الإبدال؟ في خاصية الإبدال لا يتغير مجموع عددين أو ناتج ضربهما بتبديل ترتيبهما، كما نلاحظ هنا ألف زائد باء غيرنا الترتيب فأصبحت الباء في البداية ثم جمعناها مع الألف. وكذلك بالنسبة للضرب، ضربنا أولا ألف في باء، وناتج الضرب يساوي دائما ناتج ضرب باء في ألف. إذن عند تغيير الترتيب لا يتغير الناتج. ثانيا، خاصية التجميع. ما هي خاصية التجميع؟ مجموع 3 أعداد، إذن يجب أن يكون لدينا 3 أعداد أو ناتج ضربهما لا يتغير بتغيير العددان اللذان نبدأ بهما. لنوضح ذلك، ألف زائد باء زائد جيم 3 أعداد، إذا جمعنا بداية العدد الأول والثاني وجمعنا الناتج مع العدد الثالث، فإن ناتج هذا الجمع يساوي ناتج جمع العددان الثاني والثالث مع العدد الأول. وكذلك بالنسبة لعملية الضرب، عند ضرب العددان الأول والثاني وضرب الناتج في العدد الثالث يساوي دائما ناتج ضرب العددان الثاني والثالث في العدد الأول. ننتقل الآن إلى خاصية العنصر المحايد. ماذا تقول خاصية العنصر المحايد؟ مجموع أي عدد والصفر يساوي دائما العدد نفسه، لأن الصفر هو العنصر المحايد الجمعي ولا يؤثر على ناتج عملية الجمع. بالنسبة للضرب، فإن ناتج ضرب أي عدد في واحد أيضا نحصل على العدد نفسه، أي أن الواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب ولا يؤثر في الناتج ولا يتغير العدد. للتوضيح أكثر، ألف زائدا صفر فإن الناتج دائما ألف، ألف ضرب واحد الناتج دائما أيضا ألف. والآن أعزائي الطلبة سنوضح هذه الخصائص من خلال الأمثلة. أوجد ناتج ضرب 4 في 12 في 25 ذهنياً، وعلل كل خطوة من خطوات الحل. ما المقصود أعزائي الطلبة بذهنياً؟ ذهنياً أي أننا نقوم بإجراء العملية بأسرع طريقة ممكنة باستخدام الطرق الذهنية التي تم دراستها سابقاً وبتطبيق الخصائص السابق ذكرها. هل من السهل إجراء ناتج عملية ضرب 4 في 12؟
لا. 12 في 25؟ لا. هناك طريقة سهلة، ما هما العددان اللذان ناتج ضربهما 100؟ هما 4 و25. إذن أريد أن أحصل على 100، لأن 100 سهلة في عملية الضرب. كيف سنحصل عليها؟ تابعوا معي. أولاً سنقوم باستخدام خاصية الإبدال لعملية الضرب. ماذا فعلنا؟ قمنا بتغيير مكان العددين. 12 في 25 أصبحت 25 في 12. الآن حصلنا على العددين 4 في 25 بجانب بعض، ناتج ضربهما هو 100. 100 مضروبة في 12 هي 1200، فأصبحت العملية أسهل باستخدام خصائص العمليات. ننتقل أعزائي الطلبة إلى تدريب، أرجو أن تكونوا مستعدين لحل هذا التدريب. أوجد ناتج ضرب 40 في 7 ضرب 5 بين القوسين ذهنياً، وعلل كل خطوة من خطوات الحل. لديكم أعزائي الطلبة دقيقة واحدة للتفكير في الحل. أحسنتم أعزائي الطلبة، بارك الله فيكم، أتمنى أن تكون محاولاتكم كلها صحيحة. الآن ننتقل لحل هذا التدريب، وأرجو أن تقوموا بمتابعة الحل للتأكد من صحة إجاباتكم. 40 ضرب حاصل ضرب 7 في 5. ما هو الأسهل، أن أضرب 40 في 7 أم أضرب 40 في 5؟ إذن الأسهل هو كتابة أو ضرب 40 في 5. إذن سأعيد كتابة العبارة هذه باستخدام خاصية الإبدال، وسأغير مكان العددين 7 في 5 إلى 5 في 7. الآن باستخدام خاصية التجميع سأجري عملية الضرب للعددان الأول والثاني أولاً، ثم أضرب الناتج في 7. ناتج ضرب 40 في 5 هو 200، في 7 هي 1400. أحسنتم أعزائي الطلبة، شكراً لكل من أجاب إجابة صحيحة. ننتقل إلى مثال آخر لتوضيح الخواص في عملية الجمع. أوجد ناتج جمع 89 زائدا 15 زائدا 1 ذهنيا، وعلل كل خطوة من خطوات الحل. فكروا معي أعزائي الطلبة، أيهما أسهل، أن أوجد ناتج جمع 89 زائد 15 أم 89 زائدا 1؟ أكيد زائدا 1 أسهل. إذن سنستخدم
الخواص لتغيير مكان العددين كما هو مبين. استخدمنا خاصية الإبدال في تغيير مكان العددين. 89 زائدا 15 أصبحت 15 زائد 89. سنقوم الآن باستخدام خاصية التجميع. لماذا؟ لأن إيجاد ناتج جمع 89 زائدا 1 أسهل. إذن الناتج هو 90 زائدا 15، والناتج النهائي هو بعد الجمع 105. جاء دوركم أعزائي الطلبة، إليكم هذا التدريب. أوجد ناتج جمع 44 زائد 23 زائدا 16 ذهنيا، وعلل كل خطوة من خطوات الحل. لديكم دقيقة واحدة للتفكير في الحل. أبدعتم أعزائي الطلبة، أرجو أن تكون محاولاتكم كلها صحيحة. الآن سنقوم بحل هذا التدريب، وأرجو أن تتابعوا معي الحل الصحيح. لاحظوا معي أعزائي الطلبة أن ناتج جمع 44 زائد 16 أسهل من ناتج جمع 44 زائد 23، أو ناتج جمع 23 زائد 16. إذن أنا أريد أن أجمع 44 مع 16. كيف أقوم بذلك؟ أولاً نستخدم خاصية الإبدال لتغيير مكان العددين. 23 زائد 16 أصبحت 16 زائد 23 باستخدام خاصية الإبدال. ثم سنقوم باستخدام خاصية التجميع لحساب ناتج 44 زائد 16 في البداية. إذن ناتج الجمع هو 60 زائد 23، الناتج النهائي هو 83. شكرا لكل من أجاب إجابة صحيحة. أعزائي الطلبة، لمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي صفحة 33. شكراً لحسن انتباهكم وإصغائكم لدرس اليوم، ونلقاكم في درس جديد.